قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى أخبرنا، وقال الأخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. في الرواية الأخرى عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير: فلا يضره من مر بين يديه. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد بن أبي شيبة قال: عبيد الله وهي الحربة. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته. لا، قال مسلم: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال: زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عن عون ابن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يديه. أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. في الرواية الأخرى قال: فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. حديث عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة،
قال شعبة: وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة: وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. في الرواية الأخرى قال: فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. قال النووي رحمه الله: باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة، والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور، ودفع المار، وجواز الاعتراض بين يدي المصلي، والصلاة إلى الراحلة، والأمر بالدنو من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك. يقول مؤخرة ومؤخرة الرحل، ويقال آخرة الرحل، هي العود الذي في آخر الرحل، العود الذي في آخر الرحل عصايا عريضة تكون في آخر الرحل يعني يستند عليها الراكب، ارتفاعها قدر شبر أو شبرين. يقول في هذا الحديث: الندب إلى السترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل، وهي قدر عظم الذراع، هي نحو ثلثي ذراع، هو نحو ثلثي ذراع، الذراع 50 سنتي تقريبا، لأنه يقول 24 إصبع معترضة معتدلة، يبقى كم سنتي تقريبا؟ تلتين الخمسين، يعني حوالي 32-33، 30 سنتي، شبر ونص. يقول: ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا مرتفعا، وشرطه مالك رحمه الله أن يكون في غلظ الرمح، يعني ما ينفعش فتلة مثلا، عند مالك رحمه الله، عند الشافعية يقولوا أي حاجة. قال العلماء: الحكمة في السترة كف البصر عما وراءه، ومنع من يجتاز بقربها، أو بقربه. واستدل القاضي إياد رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي، وده الظاهر، إنه قال يكفيه، لا يعني قال مثل مؤخرة الرحل، لابد أن يكون شيئا مرتفعا. قال: وإن كان قد جاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو ضعيف، وفعلا هو حديث ضعيف، ولكن قد يقال إذا عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش لاقي حاجة تانية إلا الخط أو شيء أقل ارتفاعا من ذلك، فلا يكلف ما لا يقدر عليه. ولكن إذا مر بين يديه بقى ما يقطع الصلاة يكون فيه الخلاف. ها؟ لا، ضعيف الحديث، حديث الخط ضعيف. قال: واختلف فيه في الخط، فقيل يكون مقوسا كهيئة المحراب، وقيل قائما بين يدي المصلي إلى القبلة، خط عدل، وقيل من جهة يمينه إلى شماله، يعني بعضهم قال يأخذ خط كده كأنه متجه إلى القبلة، وآخر يكون من يمينه إلى شماله، وده الأقرب. قال: ولم يرى مالك رحمه الله تعالى ولا عامة الفقهاء الخط، هذا كلام القاضي. وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب، واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه، فاستحبه في سنن حرملة وفي القديم، ونفاه في البويطي. قال جمهور أصحابه باستحبابه، وليس في حديث مؤخرة الرحل دليل على بطلان الخط. لا، مفهوم المخالفة في حديث مثل مؤخرة الرحل يدل على عدم الخط، وطالما الحديث ضعيف يبقى لا يعمل به، ولكن كما ذكرنا إذا كان عارزا فما يقدر عليه وذلك. قال أصحابنا: ينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاث أذرع، ما بين وقوفه وما بين السترة، ثلاثة أذرع يعني متر ونص تقريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى الكعبة جعل بينه وبين السترة أو الجدار ثلاثة أذرع. فإن لم يرد عصا ونحوها جمع أحجارا أو ترابا أو متاعه، وإلا فليبسط مصلى، ويبسط مصلى زي السجادة، يبسطها تبقى آخرها هي السترة بتاعته،
وإلا فليخط الخط إذا لم يجد يعني. وإذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه وبينها، وكذا يمنع من المرور بينه وبين الخط، ده بناء على استحبابه. وقلنا إذا قلنا هو المشروع فهو يمنع من مر بين يديه، ويحرم المرور بينه وبينها، فيحرم المرور بينه وبين السترة. فلو لم يكن سترة أو تباعد عنها صلى إلى غير سترة، أو صلى بعيدا عنها جدا مترين ثلاثة، فقيل له منعه إذا مر بين يديه يمنعه، والأصح أنه ليس له، ليس له أن يمنعه لتقصيره، وده الصحيح إذا مر بعيد يعني أبعد من موضع السجود. فمن صلى إلى غير سترة جاز أن يمر المار أبعد من موضع سجوده الذي سوف يمر منه لو اتخذ سترة، فلو كان غير مقصر لما لازمه أن يمر أبعد من ذلك، فبالأولى مع تقصير للمصلي يسيب موضع السجود وقدر ما مر شاء بعدها ويمر. متر ونص وشبر مثلا، لأن الرسول ما مر شاء بينه وبين سترته، أي حين يسجد ما مر شاء بينه وبين موضع السجود أهو. ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه لكن يكره، لكن الصحيح أنه هو إذا جاوز موضع السجود لم يكره. ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني واقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها، ولأن المرور بين يدي بعض الصف ليس مرورا بين يدي المصلي وسترته، لأن سترة الإمام سترة المأموم لحديث ابن عباس الذي سوف يأتي. فالمرور بين يدي بعض الصف، المرور أمام بعض الصف أو أي صفوف غير يعني مثل الصف الأول يعني، كلها لا يضر، ولكن لا يمر بدون حاجة، لأن ذلك يشوش على المصلين، فلا ينبغي أن يشوش عليهم بأش رايح جاي بدون سبب. لو الإمام مش قصاده سترة يبقى يبتعد عن المرور بين الصفوف، إذا لم يتخذ الإمام سترة فليبتعد عن المرور بين الصفوف، لأن ذلك لم يثبت أن لهم سترة فلا يمر بين أيديه. نعم. قال والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يصمد لها، لا يقصدها قصدا، حديث ده ضعيف، يجعلها عن يمينه أو شماله حديث ضعيف، فالظهر أنه يصلي إليها مباشرة، الله أعلم. وفي قول موسى، قول طلحة رضي الله عنه، كنا نصلي والدابة تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل ظاهر لقول الجمهور بعدم بطلان الصلاة إذا صلى لغير سترة، خلافا لمن ذهب من الظاهرية ووافقهم بعض المعاصرين على بطلان الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم كذلك ولم يأمرهم بإعادة تلك الصلوات، ولكن بيّن لهم أن المرور إذا لم تتخذ سترة يضر الصلاة. هذا الضرر هل هو البطلان أو النقصان؟ طالما أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة فهو إيه؟ فهو نقصان وليس بطلان، فأقصى ما يمكن القول به الوجوب، والصحيح أنه سنة مؤكدة، والله أعلم. ثم قال، ثم قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، دليل على أن ما سوى هذه لا يقطع الصلاة، فإذا الضرر هنا ضرر نقصان وليس ضرر بطلان، لأن الذي يبطلها هو الثلاثة، يقطعها الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، سيأتي الكلام عليها، وأما ما سوى ذلك فلا يبطل الصلاة ولا يقطعها، كيف يضرها؟ ينقصها، والله أعلم. من مر بين يديه أو ما مر بين يديه، بقى العاقل وغير العاقل، لا يضره ما مر بين يديه أي بعد السترة إذا اتخذ مثل مؤخرة الرحل.
المعاجم اللغوية قالت ان الزراعة 62 سنتي، مش صحيح الكلام ده. هو زي ما النووي قال رحمه الله بيقول ثلثي قدر عظم الذراع، ادي الذراع اهو عظم الذراع، انت لما تيجي تشوفه هيطلع في حدود 30 سنتي فعلا، وده نحو ثلثي ذراع. والامام النووي ضبطها قال الذراع 24 اصبع معترضة معتدلة، واحد صوبة مش تخينة ومش يقيسها كده هتلاقي معظم الناس في حدود من 48 47 50 في هذا القدر. الذراع مش 62 سنتي، طويل جدا. فلما تكون متر ونص ويجي يسجد يبقى ما بينه وما بين الجدار قدر ما مر شاه. لما يقف على متر ونص ويسجد هيقف يسجد قريبا من متر 30 سنتي او نحو ذلك بالضبط. بين ده لما موضع سجوده هو واقف يبقى 3 اذرع، وهو ساجد يبقى ممر شاه. ممر شاه ده قد شبر او اكتر شوي. قوله قال النووي قوله يركز العنزة بمعنى يغرز في الروايات الاخرى. قوله كان يعرض راحلته ويصلي اليها، يعرضها كان يعرض وروي يعرض، يجعلها بالعرض يعني معناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان. الحيوان هنا مقصود به كل حي سواء إنسان أو إيه أو غيره، فيجوز أن يصلي وإنسان جالس بين يديه أو معترض بين يديه كما كانت عائشة دعنا. فكلمة الحيوان هنا مش لازم اللي هو البهيم يعني، الحيوان كل حي حتى لو تلقى الوجه. وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يخاف هناك نفورها فيذهب الخشوع بخلاف هذا، لأن أيضا معاطن الإبل مأوى للشياطين، على رأس كل بعيد شيطان، فهو مجتمع شياطين فيشوش على الإنسان صلاته. أما بعير واحد في صحراء فليس هذا، أو في طريق فليس هذا بمأوى للشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه الحربة لتتخذ سترة، وكان يغرزها بين يديه صلى الله عليه وسلم والناس يمرون وراءه. قال قوله وهو بالأبطح موضع معروف على باب مكة يقال لها البطحاء. البطحاء دي بقت النهاردة جزء من مكة، هي على باب مكة زمان لأن بينها وبين الحرم حوالي 2 كيلو، معروفة مكان باسم المعبدة حاليا، على 2 كيلو من مسجد الحرام تقريبا. كانت زمان على باب مكة على أولها، وكانت بر أيام النبي صلى الله عليه وسلم بر مكة. دلوقتي تعتبر من الأماكن القريبة من الإيه؟ داخل مكة، مكة اتسعت جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح أثناء نزوله صلى الله عليه وسلم في ما بين عمرات، يعني ما بين قدومه إلى مكة إلى الحج إلى يوم الثامن، ونزل بالأبطح أيضا المحصب، نزل بعد رجوعه من منى، نزل بنفس هذا المكان، هذا المكان الذي كانوا قد تواعدوا فيه على الشرك على المقاطعة بني هاشم. قال في قبة له حمراء من أدم أي من جلد. قوله فمن نائل وناضح معناه فمنهم من ينال منه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الماء الذي يتوضأ به شيئا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله من باب المواساة والمشاركة في الخير، ويرش عليه بللا مما حصل له، وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر فمن لم يصب أخذ من يد صاحبه، يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ومجمع على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومختلف في التبرك بآثار الصالحين، والصحيح أنه لا يشرع التبرك بغير آثار الأنبياء. طلب البركة وهي الخير الكثير من ملامسة أو مصاحبة آثار الأنبياء. أما الصالحون فرغم ثبوت صلاح العشرة والسابقين الأولين بالقطع واليقين وبالنصوص القاطعة، إلا أن الصحابة لم يفعلوا شيئا من ذلك،
فدل ذلك وهو كالإجماع منهم على عدم مشروعية التبرك بالصالحين بأثار الصالحين. أما الصحبة والعمل الصالح فيطلب بها الخير بلا شك، لكن الكلام هنا التبرك المخصوص وهو الآثار والوضوء والعرق والثياب ونحو ذلك، فهذا لم يفعله الصحابة مع من قطع بصلاحهم. قال: فخرج بلال بوضوء فمن نائل وناضح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فيه تقديم وتأخير، تقدير فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح، مش ان هو بلال خرج بالوضوء بعدها رسولك توضأ منه، لا ده هو توضأ منه فإيه؟ فما بقي من الوضوء وزعه بلال على الصحابة، تقديم وتأخير، تقدير فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا بآثاره صلى الله عليه وسلم. وقد جاء مبينا في الحديث الآخر: فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه، ففيه التبرك بآثار الصالحين. قلنا الخلاف في هذه المسألة موجود وثابت، والنووي رحمه الله يذهب إلى جواز التبرك بآثار الصالحين، والقول الصحيح أن ذلك غير مشروع، لكن مسألة فيها اجتهاد. التبرك الممنوع باتفاق هو التبرك بالأحجار والأشجار ونحو ذلك مما لا تعلق فيه بالصالحين، أو تعلقهم به من باب ما يطلق عنه أنه آثار، مثل أنه جلس تحت شجرة مثلا، أو أن هذه الشجرة يظنون بها حصول الخير لمن جلس تحتها مجردا، وهذا ذريعة إلى الشرك، الذي هو أن يعتقد أن هذا الشيء المتبرك به يضر أو ينفع مع الله أو بغير إذنه سبحانه وتعالى أو من دونه. فإذا اعتقد أن هذا المتبرك به يضر أو ينفع، يعني ينفع البركة بتبقى طلب نفع، إذا اعتقد أنه ينفع مع الله أو من دونه فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب ولم يرد له دليل فهذا شرك أصغر. وأما آثار الصالحين فمختلف فيه، الراجح منعه، لكن لا يغلظ فيه تغليظ التبرك بالأحجار والأشجار وقبور الصالحين ونحو ذلك مما لم يرد فيه دليل، وليس فيه خلاف بين العلماء. يقول: فيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. نقول: هذا خاص بالأنبياء، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فهي آثار الأنبياء فقط. عليه حلة حمراء، قال أهل اللغة: الحلة ثوبان لا يكون واحدا، وهما إزار ورداء ونحوهما، ثوبان من نوع واحد من لون واحد، ولذلك يطلق عليهما حلة، يعني زيها بقى البدلة مثلا المعاصرة. قال: وفيه جواز لباس الأحمر، وده الصحيح خلافا لابن القيم رحمه الله. الحديث صحيح وظاهر، وطرقه ثابتة كلها في الصحيحين، من غير أن يثبت في واحد منها أنه كان مخططا أو غير ذلك. كون ابن القيم يقول أنها كانت مخططة ما أتى بدليل. الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما: حلة حمراء ما رأيت أحسن منها قط، فلم يقل أكثر من ذلك. فلذلك يجوز للرجل أن يلبس الأحمر إلا أن يكون ثوب شهرة، يعني أحمر ناري بقى الناس كلها تبص تقول إيه الرجل اللي لابس الأحمر العجيب ده، لكن عموما لباس الأحمر لا يضر، يعني واحد لابس بلوفر أحمر لابس لا يلزم أن يكون مخططا. لا لا، ما كانش ده لابس ثوبا معصفرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك أمر، حديث عبد الله بن عمر قال: أمك أمرتك بهذا، فلم يرد عليه لأنه ثوب الثوب المعصفر، والمعصفر هو المصبوغ من نبات العصفر، وهي من ثياب الكفار صبغ الكفار، وليس كل الأحمر مصبوغ إيه بعصفر. إيه ده؟ صلى الله عليه وسلم صحيح رد الثوب الذي فيه أعلام، لأنه لا تزال تعرض له الأعلام تشغله في الصلاة، فالنهي عن الثوب المعصفر زي النهي عن أن تزعفر الرجل، نوع معين من الطيب، مش هنقول كل الطيب يمنع، ولكن الثوب المعصفر المصبوغ بنبات العصفر اللي هو بيتحط على الليمون ده، معروف لونه
احمر قاني شويه اللي هو نبيتي شويه. قوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه فيه أن الساق ليست بعورة، وهذا مجمع عليه، وأن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى إيه؟ إلى نصف الساق، وهذا معنى قوله مشمرا يعني رافعا إزاره إلى نصف الساق. التشمير نوعين، نوع منه برفع الثوب مع عدم الكفت والضم بعضه إلى بعض، ونوع تاني بالكفت، فالكفت هو المنهي عنه الذي سبق بيانه في المرة السابقة. الكفت اللي هو ان يضم الثوب بعضه الى بعض اللي احنا بنسميه شمر. اما ممكن يشمر بمعنى ايوه زي ما الاخ عامل كده انه يرفع الثوب، هو التشمير مش منهي عنه بره الصلاة، ممكن يشمر بره الصلاة بس ساعة ما يصلي يفك التشمير، يفصل الثياب قصيرة ولو تورت منه زحزحت يروح جاي ايه شديدها. ولا يلزمه هو طبعا إذا كان يسترخي منه إلا أن يتعادى فهو ممن لا يفعله إيه خيلاء، لكن ما يتعمدش أن الثوب يكون دون الكعب. أنا بأكد موضوع تاني عشان بعض الإخوة فهم غلط في موضوع التشمير، بيقول أن التشمير مكروه في الصلاة بس يعني أنه هو أثناء الصلاة، لا مش منهي عنه أنه يكون أثناء الصلاة مشمر، سواء قاعد يشمر في الصلاة او كان مشمر للوضوء قبل الصلاة وساب نفسه ايه مشمر اثناء الصلاة. فالتشمير المنهي عنه اللي هو كفت الشعر والثياب وكفت الثوب، وكما ذكرنا ان العلة فيه انه ايه ان هذه الثياب تسجد معه حتى يأخذ ثواب سجودها. حديث ضعيف. قوله فأذن بلال فيه الاذان في السفر. قال الشافعي رضي الله عنه ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر، لأن أمر المسافر مبني على التخفيف. الصحيح أنه يجب الأذان حضرا وسفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في السفر، قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما أو وليؤمكما أكبركما فأذنا، وقال ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وكون الشيطان يستحوذ على الإنسان دليل على فعله محرما، فالأذان واجب والإقامة واجبة، فالصحيح أنه فرض كفاية حضرا وسفرا. قوله فأذن بلال فجعلت أتبع فاه هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، فيه أنه يسن للمؤذن الالتفات في الحي علتين يعني في حي على الصلاة وحي على الفلاح يمينا وشمالا برأسه وعنقه. قال أصحابنا ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة، إن بعض من يلتفت رجاي ملتفت بإيه بصدره كاملا، الصحيح إنه هو عنقه فقط، وإنما يلوي رأسه وعنقه. واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها وهو قول الجمهور أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه، ثم يقول عن يساره مرتين حي على الفلاح، والثاني القول الثاني يقول عن يمينه حي على الصلاة مرة ثم مرة عن يساره، ثم يقول حي على الفلاح مرة عن يمينه ثم مرة عن يساره، وهذا الأقرب عندي، لأنه قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي الفلاح، بدل ما يرجع من باب اللف والنشر يبقى على ظاهره أنه يقول يمينا وشمالا، يبقى مش هتحصل أنه يمينا وشمالا أنه يقول مرة حي على الصلاة في اليمين ومرة في الشمال وحي على الفلاح كذلك. يقول والثالث يقول عن يمينه حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة ثم يعود إلى الالتفات عن يمينه فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح، ثم يعود إلى القبلة ويلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح، كما يفعل أكثر المؤذنون من الإخوة أكثر المؤذنين. الأقرب عندي القول الثاني، والمسألة محتملة لأنه ممكن يجعل من اللف والنشر، يقول يمينا وشمالا يعني يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح، وممكن يحمل على ظاهري أن كل ما حدا يمين وشمال فيهم حي على الصلاة حي على الفلاح، ولن يحصل ذلك إلا به
بأن يقول مر عن يميني حي على الصلاة ثم مر عن شمالي حي على الصلاة، وده أقرب من جهة المعنى أنه يبلغ الذين عن اليمين والذين عن الشمال، ويريد أن يبلغهم الفلاح في الصلاة يمينا وشمالا. ركزت له عنزة هي عصا في أسفلها حديدة، وفيه دليل على جواز استعانة الإمام بمن يركز له عنزة ونحو ذلك. صلى الظهر ركعتين فيها أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، ويستفاد الوجوب على قول من يوجبها من أدلة أخرى. يقول وإن كان بقرب بلده ما لم ينوي الإقامة 4 أيام فصاعدا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أقام أكثر من 3 أيام غير الدخول والخروج مقيما، فقال لا يحل للمهاجر أن يقيم بمكة، سماه مقيما بمكة فوق 3، لأن أهل مكة المهاجرون، لأن المهاجرين محرم عليهم الإقامة بمكة، فجعل ما فوق 3 غير الدخول والخروج بمنزلة الإقامة الدائمة. فذلك يدل على قول جمهور أهل العلم وهم قول مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي، أن من أقام أكثر من أربعة أيام فصاعدا 21 صلاة، الصين 4 أيام فصاعدا يعني أكثر من 21 صلاة، فهو يتم الصلاة. والله أعلم. وهذا مقيم لغة وشرعا، الذي أقام أكثر من 21 صلاة مقيم لغة وشرعا. لا، اللي ناوي الإقامة من أول ما يوصل يتم، لأن أصبح مقيما، يقول لك أقام في هذا المكان يبقى مقيم، يبقى ليس بضارب في الأرض، فلا يأخذ برخص السفر. يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، معناه يمر الحمار والكلب وراء السترة وقدامها إلى القبلة، كما في الحديث الآخر رأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، وفي الحديث فيمر من ورائها المرأة والحمار، وفي الحديث السابق لا يضره من مر وراء ذلك. قوله مشمرا يعني رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك، كما قال في الرواية السابقة كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وفيه رفع الثوب عن الكعبين. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى المطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، فيه دليل على القصر والجمع في السفر. هذا ليس فيه دليل على الإيه؟ على الجمع، لأنه لم يقل فصلى الظهر والعصر جمعا، وإنما قال صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، أي كلهم في وقته، فإن هذا كان في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع فيها في البطحاء. وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى، وأما من كان في وقت الأولى سائرا فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية، كذا جاءت الأحاديث، ولأنه أرفق. والله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعمل الالتفات مشروع على أي الأحوال. مر أمامه وهو إمام طفل صغير جريا بسرعة شديدة لم يستطع منع، الصلاة صحيحة. هل المسجد الأحرام تنطبق عليه أحكام السترة؟ نعم، على الصحيح، لأن هذا بالبطحاء، والبطحاء من المسجد من مكة وهي من أرض الحرم، فالصحيح أن ذلك في كل مكان. الحرج ده موجود في المسجد الحرم والمسجد النبوي مع كل زحام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة في الحرم. الخطوط الموجودة على أرض المساجد تعتبر سترة؟ لا، ليست تعتبر سترة. نهاية المكت والمصلية إن عجز عن اتخاذ سترة. اللي يقول أنا أسألك أنا مؤمن، تقول له إيه؟ تقول له آمنت بالله ورسوله، أو تقول له أنا مؤمن إن شاء الله. اللي يسألك يقول لك أنت مؤمن، قل له أنا مؤمن إن شاء الله أو آمنت بالله ورسوله. اللي سووا مسبل يأثروا. إلى آخر الكعبين.